اليوم جو الشرطة هنا جاء واستكملوا تحقيق هم المدعو اللي هو أنا طبعا، وقالوا هل تتهم أحد؟ قلت أنا هل لا أتهم أحدا أبدا. منوحي، وليه ما قلت لهم ان سامي الشرير والجيراننا هو اللي سوى هذه المشكلة؟ عفا وأنا بمطلق ما هو أنا اللي تاخذ الحكومة حقي، والله لا أخذ حقي بيدي، ولا الشنب هذا ما هو رجال. ياهو ياهو يا عالم يا اخوي، وش فيك؟ روق شوي، وشو اللي تاخذ حقك؟ ترى احنا الحمد لله في بلد فيها الامن والامان ينضرب فيها المثل. عفا يا العلم، وش تبي ربعي جماعتي يقولون عني؟ انا ما في واحد من ربعي ينطق الا انا ماخذ حقه، واخرتها ماخذ حقي بيدي، ما هي بلحيه مناحي. حشا انا بالصعيد منوحي الكلام هذا قبل توحيد المملكه. وصل احساسك الحين، من جابكم هنا المستشفى؟ اللي جابنا اخو مزنه وما دخل عشان انا فيه. يلا خذوا انفسكم واقلبوا وجيهكم، لا اقوم احط حرتي فيكم، ترى واصله وقافله وواصله هنا. يا ويلي ويلا، ترى بعضيه في المستشفى. يا ويلي ويلا، يا ويلي ويلا. منوحي يا خواف يا جبان، وش فيك؟ لا لا بس في درباوي دخل وانا مع سلاح، انا ما معي سلاح ابيض. اقول وشو الدرباوي؟ وش فيك يا اخوي؟ هذه ممرضه ولابسه كمام، الله من الهياط بس. اجل وش قلت؟ بتدافع عن ربعك كلهم ها؟ نو سموكينج، شمشم درباوي، درباوي همضيات همضيات. انا